سمو وزير الخارجية طبعا أعلن عن أنه انطلاقا طبعا وأعلن عن إطلاق خدمة إلكترونية للمبتعثين والمواطنين في الخارج والراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الإلكترونية اللي أعلن عنها واللي بنطلعها لكم كذلك الآن، المفترض يطلعونها الزملاء الآن، ونطلع هذه المنصة لكل السعوديين يعني. وأقرأ لكم يمكن خبر اللي ذكره وزير الخارجية، سمو وزير الخارجية: انطلاقا من عناية القيادة أيدها الله بالمواطنين السعوديين في كل مكان، دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. بناء على طبعا كل هذا بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه، لأجل عودة أبنائنا وبناتنا في كل مكان، حتى سواء من ضمن المبتعثين والمبتعثات وكذلك اللي خارج المملكة في أي مكان كان. وهذا بالتأكيد استمرار لمتابعة شؤون أبنائنا وبناتنا. الشباب إن شاء الله بالزملاء بيطلعون لكم رابط هذه المنصة الإلكترونية وبهذا الخبر العاجل. بشرى.